حبايبي الحلوين الطعمين الصغنطتين، زيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا. النهاردة هنقول الجزء الأخير من حدوتة جدو علي. احنا كنا وقفنا المرة اللي فاتت على ان الثعلب خد الكتكوت وخباه في حتة ما حدش يعرفها ابدا، وقال لاصحابه وروني بقى شطارتكم هتعرفوا تلاقوه ازاي. ودلوقتي يلا بينا نشوف جدو هيعمل ايه. يا خبر ابيض، هنعمل ايه دلوقتي يا اولاد؟ الثعلب خد الكتكوت وخفاه، واحنا عمالين اهو ندور عليه ومش لاقيينه. يلا يا جدو ننادي عليه بصوت عالي قوي يمكن يسمعنا. جدو يلا بينا نقعد ندور عليه وندور وننادي بصوت عالي جدا جدا يمكن يسمعنا. يلا يا اولاد. يا كتكوتنا يا كتكوتنا يا كتكوت يا كتكوت يا كتكوت، انت فين انت فين؟ وقعدوا يا اصحابي يدوروا عليه ومش لاقيينه ابدا، وجدو كمان زعل جدا جدا لانه مش عارف هو فين. يا خبر ابيض يا اولاد، طب ادينا دلوقتي مش لاقيينه برضو، هنعمل ايه؟ كل ما الوقت يعدي الخطر عليه بيكتر. يا ترى انت بتعمل دلوقتي ايه؟ يا ترى بتاكل ولا عطشان ولا جعان؟ انا قلقان عليه قوي يا جدو. وانا كمان قلقان يا مستر شيب، بس هعمل ايه؟ رايك ايه يا ميسيس كاو؟ والله يا جدو انا ما عارفه نعمل ايه، بس ادينا بندور. يلا بينا ندور تاني. ومشيوا يا اصحابي يدوروا عليه تاني علشان يمكن يلاقوه في اي حته. وفي الوقت ده يا اصحابي مين اللي كان سامع الحوار؟ زز وبعدين بقى في الناس اللي عمالين يدوروا على الكتكوت. طب انا عارفه هو فين، اقول لهم ولا سيبهم كده ولا اعمل ايه؟ انا مش عارفه اتصرف ازاي دلوقتي، مش عارفه خالص اتصرف ازاي. وفي الوقت ده يا اصحابي دخل جدو ودخل مستر شيب، وكمان رجعت تاني البقرة صاحبتهم ميسيس كاو. ايه ده ايه ده ايه ده، انت مين انت مين دلوقتي؟ زز زز انا النحلة. طب بقولك ايه يا بنتي، وانت تعرفي الكتكوت اللي ثعلب خباه فين؟ الله يخليك، احنا تعبنا جدا من التدوير عليه، ارجوكي ارجوكي قوليلنا هو فين لو انت تعرفي. زز 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 انا اعرف كل حاجة وشفت كمان كل حاجة. طب يا بنتي ما تقوليلنا، انت سايبانا ليه كده يعني تعبانين وحيرانين؟ بقولك ايه، وانت اسمك ايه؟ انا يا بنتي اسمي جدو علي، وعندي بيت هناك كده، وكان عايش معايا الكتكوت وميسيس كا ومستر شيب، كلنا عايشين في فرح وهنا وسعادة لحد ما جيت ثعلب ده وخطف مننا الكتكوت. هو عاوز منكو ايه؟ عاوز ياخد البيت بتاعنا. ياخده ازاي يعني، هو اشتراه يعني؟ اشتراه مين؟ البيت ده بتاعنا احنا، لكن هو بيقول ان هو عاوز ياخده هو لنفسه. بص يا جدو انا مش عارف بقى، طب ما تسيبوه تمشوا يعني، نسيبه ازاي ده بيتنا؟ لا لا انت فهمتني غلط، انا قصدي تسيبوا صاحبكو ده وتروحوا تعيشوا في سلام. يا نهار ابيض، انت عايزانا نسيب صاحبنا؟ احنا لا يمكن نعمل كده ابدا، لا يمكن نتخلى عن صاحبنا. يا بنتي هو انت ينفع تسيبي حد من ولادك؟ لا طبعا ما ينفعش. طب ازاي عايزاني اسيب الكتكوت ده زي ابني بالظبط؟ مش عارفة بقى أقولك إيه يا جدو، أنا خايفة أساعدك الثعلب يضرني أنا. بصي يا بنتي ما تخافيش أبدا، أي حاجة هيعملها لك أنا هدافع عنك، بس أرجوكي قوليلنا هو فين. أمري إلى الله، هقولكوا وهاخدكوا كمان عند المكان اللي هو فيه. وفي الوقت دوت يا أصحابي النحلة طارت علشان تاخدهم وتوريهم المكان اللي الكتكوت فيه ومخبيه فيه الثعلب. في الوقت ده يا أصحابي الثعلب كان ماسك الكتكوت في المكان اللي مخبيه فيه ورا الشجرة وبيقول له كده، بقولك ايه، انت مش هتروح في اي حتة، انا هنا خلاص حبسك وهصطادهم كلهم واحد واحد وهموتهم عشان ارجع لبيتي بقى، وحشني بيتي. سوسو سوسو سوسو
بس أنا نفسي أفهم جاتلك منين الفكرة دي؟ ده بيتنا إحنا، هو أنت اشتريته بفلوسك؟ أنا ما بشتريش حاجة بفلوسي، أنا بحط إيدي على حاجة وأخدها زي ما أنا كده، هاخدك وهاكلك. سيو 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 سيو، أنا واثق ومتأكد إن جدو علي وأصحابي لا يمكن يسيبوني، هيجوا وهيضربوك وهيخلصوني. احلم احلم، هتشوف أنا هعمل فيهم إيه دلوقتي. وفي الوقت دوت يا أصحابي، جه النحلة جت وخدتهم كلهم علشان توري لهم مكان الكتكوت فين هو والثعلب، وكلهم جم علشان يشوفوهم فين. زز زز، أهو يا جدو، أهو أنا وريتك مكانه وعملت اللي عليا. إيه ده إيه ده إيه ده، أنتوا إيه اللي جابكوا هنا؟ يا جدو يا جدو، أنت لقيتني، الحقني الحقني. تعالى حبيبي تعالى، استخبى ورايا هنا، مش هيقدر يعمل لك اي حاجه. انت ازاي تقول لهم سري؟ ده انا هموتك. موتني مين يا عم؟ جده قال لي ان هو هيحميني، وانا واثقه فيه وعارفه ان هو لا يمكن يتخلى عني انا كمان. ده قعد يدور على صاحبه دوت كتير جدا. معقول هيسيبك انت تضرني؟ تعالي هنا تعالي، الحق يا جده. ولا تخافي منه، ده بقه وبس، استخبي ورايا هنا. تعالى لي انت بقى هنا وقول لي انت كده عامل نفسك فتوه ليه؟ انا هموتكو يا ابني. اتكلم على قدك، انا هديلك اخر فرصه بس. تحب يا ابني تيجي تعيش معانا في بيتنا؟ انا ما بعيش مع حد، انا ما بعيش مع حد. بص احنا كتير، احنا ممكن نضرك، مش تقدر تعملي اي حاجه. طيب بقول لكم ايه بقى يا اصحابي، احنا ادينا له كتير فرصه وهو مش راضي يسمع الكلام. يلا بينا كلنا بقى هجوم عليه، هجوم. ايه ده، انت هتعمل ايه؟ انت هتعمل ايه؟ هعمل ايه؟ انا حذرتك كتير، امشي من هنا. وابتدى جدو علي يا اصحابي يضربه ويقول له امشي من هنا امشي من هنا. اي 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 اي. وجري الثعلب وخاف، وجدو والاصحاب قعدوا يضحكوا كتير. احنا خوفناه وخليناه يمشي من هنا، ما يقدرش دلوقتي يعمل لنا اي حاجة خالص. انا قلتلكوا يا ولادي، انا لا يمكن اتخلى عن حد منكم ابدا. سو سو سو، شكرا يا جدو، شكرا عشان خلصتيني. يا جدو احنا عارفين طبعا واثقين فيك، انت واخد بالك مننا. ايوه يا جدو طبعا يا حبايبي، انا بحبكم كلكم، ونضم لعيلتنا كمان حد جديد اهو، النحله الجميله دي. شكرا يا جدو، انا من النهارده هكون من عيلتك فعلا. طبعا يا حبيبتي طبعا، انا لا يمكن اتخلى عن حد ابدا منكم يا اصحابي، وشكرا عشان كلكم حطيتوا ايدكم في ايديا وطردنا الثعلب المكار ده من ارضنا ومن بيتنا. يلا بينا نرجع بيتنا عشان نفرح بيه. وفي الوقت دوت يا أصحابي، كل الأصحاب راحوا بيتهم تاني، ودار بينهم الحوار الآتي. الله يا جدو، بيتك ده؟ ايوه يا حبيبتي، ده هيبقى بيتك انت كمان دلوقتي. ده حلو قوي 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 يا جدو. الله، الحمد لله ان انت ما خليتش الثعلب المكار دوت ياخده. ايه يا بنتي، احنا لازم ندافع عن بيتنا، لا يمكن ابدا حد ياخد مننا حاجتنا من غير رضانا. وانا عرضت عليه كتير ان هو يعيش معانا في سلام، لكن هو رفض وفضل ان هو يقف ضدنا، فكان لازم كلنا نتحد وكلنا ندافع عن بيتنا وعن حياتنا. طبعا يا جدو، مش كده يا ميسيس كاو؟ طبعا جدا جدا يا جدو، برافو عليك يا مستر شيب. سيو سيو،
سو سو طبعا يا جدو، وكمان انت ما سبتنيش، انا اشكرك قوي يا جدو علشان خدت بالك مننا كلنا. طبعا يا حبايبي، ده انتوا عيلتي، ده انا ماليش غيركو. الله، انا فرحانه قوي بالجو اللي انتوا فيه دوت، وفرحانه قوي ان بقى عندي عيله جميله زيكو. انا بحبكو قوي قوي قوي. طبعا يا حبيبتي، واحنا كمان بنحبك كتير كتير كتير، وكلنا هنا بنحب بعض. وطبعا يا اصحابي، زي ما احنا شايفين، الحب والحنان وكمان كل المعاني الجميله كانت بتملى البيت الجميل بتاع جدو علي ده. كلنا يا اصحابي لازم بيتنا يبقى مليان حب وحنيه، ونحافظ على نفسنا زي ما العيله الجميله دي بتحافظ على نفسها، وكمان بيقفوا ضد اي حد ممكن يعمل حاجه غلط وممكن يضرهم. وتوتا توتا، خلصت الحدوته. يا رب تكون عجبتكم يا اصحابي.